بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم حبيباتي في كل مكان؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض ماسك حلو جدا للبشرة. الماسك بتاعي ده ترطيب وتفتيح وكمان شد للبشرة وبيعالج التجاعيد، حلو جدا في فصل الشتاء علشان هو مرطب للبشرة وبيعمل ترطيب عالي جدا للبشرة. اول حاجة هنستخدمها يا بنات، هنجيب زي ما احنا شايفين كده نص موزة، هناخدها نهرسها نخليها زي المية كده. لو انت حابة تهرسيها في الخلاط عادي مفيش مشكلة، عايزة تعمليها بالشوكة زي ما انا هعملها دلوقتي. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه في اول مكون. زي ما احنا شايفين كده يا بنات نص موزة، وههرسها معايا كده اخليها تبقى عاملة زي المية. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات انا خلاص هرست الموزة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. لو عايزة تخلطيها في الخلاط مفيش اي مشكلة، هتبقى كمان سايبة عن كده يعني بالخلاط هيخليها سايبة جدا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في المكونات بتاعتنا. اول حاجة يا بنات هنجيب بولة بالشكل ده، وهبدأ اضيف لها الموز، هي حوالي معلقة كبيرة من الموز المهروس. طبعا كلنا عارفين ان الموز يعني مليء بمضادات الاكسدة اللي بتعمل على شد البشرة وتفتحها، يعني لو انت عندك تجاعيد العلاج الطبيعي لها بيكون الموز، لان الموز فعلا يا بنات حلو جدا لشد البشرة. تاني مكون معايا يا بنات هيكون الزبادي الطبيعي زي ما احنا شايفين كده، او الياغورت الطبيعي. هاخد معلقة كبيرة كده زي ما احنا شايفين من الزبادي، هضيفها على الموز واقلبهم كويس مع بعض. تالت مكون يا بنات هيكون دقيق الرز المطحون او دقيق الرز البودرة زي ما احنا شايفين كده، طبعا بتجيبيه من عند العطار جاهز وكمان موجود في السوبر ماركت، وممكن تجيبيه يا بنات في البيت تغسلي لك نص كوباية وتنشفيها وبعد كده تطحنيها وتصفيها لحد ما يطلع لك بالشكل البودرة اللي انت شايفاه ده. طبعا هقلبهم كويس جدا مع بعض لحد ما اعمل كده خليط متماسك. ينفع احطه على بشرتي، هقلبهم كويس قوي زي ما احنا كده شايفين يا بنات انا خلطتهم مع بعض. اخر مكون هضيفه يا بنات وهو العسل الابيض، عسل النحل الطبيعي. هبدأ اضيف كده حوالي معلقة من عسل النحل، انزل كده. عايزه اقول لكم الماسك ده من اهم الماسكات واحلاها للبشره. خلاص كده يا بنات ضفت العسل، هقلب كل المكونات مع بعض. شوفوا يا بنات يعني دي الرز ده بيعالج التجاعيد وبيشد البشره وكمان بيفتح البشره وبيديها كده بياض حلو جدا مع مداومتك استخدامه، ده غير ان المضاد الموز مضاد للاكسده وكمان بيعالج التجاعيد وبيشد البشره، والزبادي مرطب عالي جدا للبشره، والعسل بينعم وبيرطب البشره. بجد الماسك ده غني جدا ومفيد جدا لجميع انواع البشره، استخدميه مش هتبطلي ابدا ان انت تعمليه. الماسك ده بتعمليه مرتين في الاسبوع، حلو جدا دوم عليه ان شاء الله خلال حوالي 4 اسابيع او 5 اسابيع بتشوفي نتيجة حلوة جدا من الماسك ده. بتمنى ان انتي تجربيه وتستفيدي منه. اول حاجة بتغسلي بشرتك كويس جدا جدا وتنظفيها، وبعد كده بتفردي الماسك ده عندك فرشة مكياج ما بتستعمليهاش، بتبدأي تفرديه بالماسك ده على بشرتك على الوجه وعلى الرقبة وعلى الايدين، وتسيبيه من ربع ساعة لتلت ساعة، وبعد كده بتشطفي بشرتك وبترطبيها على طول بالكريم المرطب. لو عندك زيت لوز حلو حلو جدا للبشرة حطيه، لو عندك مية ورد كمان ممكن تحطيها على البشرة بعد الوصفة قبل ما تحطي الكريم المرطب. الحاجات دي كلها مفيدة جدا للبشرة. ان شاء الله الماسك ده تجربوه وتستفيدوا منه، واتمنى ان شاء الله على طول كده وصفاتي تعجبكم واشوفكم على خير. بس ما تنسيش اللايك لو كنت اول مرة تشوفيني، ولو الفيديو عجبك اعملي لايك، لو كنت اول مرة تشوفيني اعملي اشتراك للقناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل وصفاتي، واشوفكم ان شاء الله على خير فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.